مو قادرة أسامح نفسي، ما أقدر أتخطى، وفي صعوبة إنك ما تتخطين بياخذ وقت. على حسب اللي صار، أنا وحدة ما أحب أحكم على الناس، وفي نفس الوقت وايد أحمل نفسي أنا ذنب. هذا تحميل الذنب نفس اللوامة، والآية الكريمة إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فطبيعي. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم أول آية في القرآن، الرحمة ذكرت مرتين، من العظيم يا حبيبي يا رب، يا حبيبي يا رب أنت العظيم أنت الرحيم. تطلبين الرحمة من العفو والسماح، ترى الله عفى عنك، بما معنى في حديث شريف يعني لو أنت ما تبغى تخطئ تراني، الله يقول أنا بجيب أمة تخطئ وتتوب، تخطئ وتتوب. إحنا وجدنا على هذه الأرض عشان نبتلى نخطئ نتوب، نستانس نخطئ نبتلى نتوب. هي هذه سنة الدنيا من دناءتها. بس إني أتم عالقة في هالمكان، لا أحس أنت أحيانا فينا طبع إن أصلا تراكمات، هاي التراكمات هي المشكلة، مو بآخر شيء أنت سويتيه. آخر شيء أنت سويتيه هي القشة التي قسمت ظهر البعير، طلعت كل اللي مدفون في داخلك. فأنت مش ندمانة بس على هذه، أنت ندمانة على وايد أشياء. لكن أنا دائما مع الله سبحانه وتعالى، يمكن تحصلون هالشيء غريب، أنا أقول حتى رب العالمين في الابتلاء يعني يستر عليك في الابتلاء، ويستر عليك وانت يارس تسوي الابتلاء. يعني الناس اللي مثلا يكونون معاك، اللي ياسين يسوون الشيء معاك، شو ما كان الموضوع، حتى هم الله يطرش لك ناس نضاف، يعني سبحان الله. فالموضوع يعدي والستر والحمد لله، لكن تأنيب الضمير، ترى مش بروحك، الكل يتأنب ضميره دائما. رب العالمين حتى مع الشخص اللي انت تغلطين معه او تغلطين عليه، الله يسترك حتى في اختيار هذا الشخص. قولي الحمد لله ان في الله، والله العظيم يا حبيبي يا رب الحمد لله.